يا صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. لقاء صباحي رياضي بيتجدد في صباح اون تايم على مدار الساعه ونص، هنناقش وهنتكلم وهنستعرض اهم واخر اخبار الساحره المستديره والرياضات الاخرى على المستوى المحلي والعالمي. صباح الخير يا اللي معانا. صباح الفل على حضراتكم مرة تانية، وهنبتدي كلامنا النهاردة مع الحدث السياحي الأبرز في الوقت الحالي، وإحنا طبعا في الأسبوع الخامس من مهرجان مدينة العلمين الجديدة، وأكيد بتشهد النسخة الثانية من مهرجان العلمين مجموعة من الفعاليات الجديدة واللي بتجذب اهتمام زائري المدينة بشكل أسبوعي، منها عروض مسرحية وحفلات غنائية وأنشطة رياضية وكمان حاجات كتير تانية وأمور خاصة كمان بالأطفال، فضلا كمان عن المسابقات الترفيهية. امبارح أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العلمين الجديدة عن انتهاء فعاليات الدورة الثانية يوم 30 أغسطس الجاري، وده في احتفالية كبيرة هتضم العديد من المفاجآت المبهرة عشان يصدى الستار على الدورة الثانية واللي بدأت يوم 11 يوليو اللي فات ومستمرة لأكثر من 50 يوم. هيقدم خلال المهرجان فعاليات متنوعة ومختلفة ما بين الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والغنائية والمسرحية بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات في مصر، وبتضم اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العالمين الجديدة كل من أستاذ عمرو الفقي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، وقصوى الخلالي مدير المهرجان والتخطيط والمحتوى، وعمرو أحمد المدير التنفيذي للمشروعات والتنسيق، وأحمد فايق المدير التنفيذي للمحتوى الفني والدرامي، ودكتورة نشوى جاد مدير المواقع والتطبيقات الإلكترونية للمهرجان، وفتحي بدر مدير المتابعة والتنظيم، وطارق شرف مدير الأنشطة الترفيهية، وعلي مرعي مدير التسويق والرعاية الإعلانية، وأمجد سلامة المدير المالي والإداري، ووائل عبد العزيز مدير العلاقات العامة، ومحمود التوني مدير التشغيل والتنفيذ الإعلامي، ومحمد عبد الباقي مدير المركز الصحفي والإعلامي. وبيجي مهرجان العالمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية، ومنها مهرجان العالمين الجديدة، وده أكيد بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية وكمان دعم التنمية البشرية في مصر ودعم الفرص الاستثمارية والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتقارب الطبقات وتحسين الخدمات وتطوير الواجهات السياحية المختلفة. كمان نظم المهرجان العديد من الرحلات للطلبة ولذوي الهمم، إلى جانب كمان دعم السيدات المعيلات والمنتجين والمصنعين والشباب، بالإضافة كمان لدعم جهود بناء الإنسان والتنمية البشرية. شهد المهرجان تعاون مثمر مع كافة الوزارات والهيئات والشركات المتحدة، والأكيد طبعا كانت بتحرص جدا أنها تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العالمين الجديدة عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة بتناسب مختلف اهتمامات الزوار وبتستقطب السياح من مختلف الجنسيات. وفرت كمان للجمهور قناة يو لايف في المنازل عشان يقدروا ان هم يكونوا بيتابعوا وبيشاهدوا فعاليات المهرجان المختلفة والمتنوعة على التلفزيون. كمان شهدت النسخة الحالية من مهرجان العالمين 2024 فعاليات متنوعة ما بين عروض مسرحية فنية من انتاج اشهر المنتجين وببطولة المع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لاساطير ونجوم كرة القدم. كمان بيشهد المهرجان زيارة من وزراء الحكومة المصرية وإطلاق مبادرات وشراكات استثمارية كبيرة وتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المؤسسة والمنظمة لمهرجان العالمين الجديدة، وده طبعا في جولات وفي مؤتمرات مشتركة بحضور رئيس مجلس إدارتها أشرف سلمان والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أستاذ عمرو الفقي. خلينا برضو نستعرض مع حضراتكم بعض الفعاليات الخاصة بالأسبوع الخامس، لان اكيد يعني دايما بيكون مهم ان احنا نفكركم بالفعاليات دي، خصوصا طبعا ان احنا عندنا بكره يعني ميعاد مع واحده من اهم ومن اكبر ومن اقوى حفلات الصيف على الاطلاق، حفله الهضبه عمرو دياب. عشان كده من دلوقتي افكر حضراتكم بالفعاليات اللي هتقام ايام الخميس والجمعه والسبت عشان تقدروا ان انتوا تحجزوا عن طريق تطبيق تذكرتي الحفله او المسرحيه اللي انتوا حابين ان انتوا تكونوا بتتواجدوا فيها او بتحضروها.
يوم الخميس يوم 8 أغسطس بكرة إن شاء الله هنبتدي أول يوم في سباق السيارات، وكمان هيكون عندنا أنشطة البينت بول في المنطقة الشاطئية، وده من أول يوم بالمناسبة أكيد في المهرجان ده موجود. كمان هيكون في مسرحية السندباد على خشبة مسرح يو، وهتتعرض لمدة 3 أيام من بطولة النجم الكبير كريم عبد العزيز والنجوم نيلي كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد، مسرحية فيلم رومانسي في نورث سكوير مول. وكمان بالنسبة بقى للفعاليات الخاصة بيوم الجمعة، يوم الجمعة 9 أغسطس بعد بكرة هيكون برضو عندنا نفس السباق، سباق السيارات، وهيكون برضو في البينت بول، ودي هتكون في منطقة أو في المنطقة الشاطئية، نفس الموضوع برضو مسرحية السندباد على خشبة مسرح يو. وأخيرا برضو السهرة هيكون في حفل منتظر أكيد للنجم عمرو دياب، واللي شهد إقبال كبير جدا وغير مسبوق من بداية عملية طرح التذاكر عبر موقع تذكرتي. فعاليات بقى يوم الثالث في الويك اند ده، يوم السبت اللي جاي يوم 10 اغسطس هنبتدي برضو مع سباق السيارات، وبعد كده هيكون في البينت بول في المنطقة الشاطئية، وبعد كده هيكون في مسرحية السندباد على خشبة مسرح يو، ده لليوم الثالث على التوالي. ويمكن دي ابرز واهم الفعاليات الخاصه بالويك اند ده، الخميس والجمعه وكمان يوم السبت، واللي هتكون مميزه اكيد بتواجد حفل للهضبه عمرو دياب، وكمان بدايه عرض المسرحيه للنجم الكبير كريم عبد العزيز مسرحيه السندباد، بجانب كمان انطلاق سباقات السيارات. طيب سريعا تعالوا نروح ل خالد رزق زميلنا من مدينة العالمين الجديدة، نعرف منه آخر وأهم التطورات الخاصة والفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين في نسخته التانية، اللي أكيد كانت يعني من بدايتها فيها فعاليات مختلفة ومتنوعة وأكتر بكتير من الفعاليات اللي كانت موجودة في النسخة الأولى، وأكيد بنتمنى مع النسخة الثالثة بإذن الله نشوف فعاليات أكتر وأكتر. يا صباح الفل عليك يا خالد. صباح الفل عليك يا شيماء، وصباح الفل على كل يعني مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. زي ما انت قلتي الفعاليات والاحداث القادمه ان شاء الله، والويك اند ده هيكون فعاليات عامله ازاي، ولكن ايضا هناك يعني برضو بعض الاشياء اللي يعني لازم ننوه ليها، وهي مباراه يعني منتخب مصر للساق الواحده اللي هيعملوا فريقين وهيلعبوا ضد بعض في الملعب الخماسي المتواجد في المنطقه الترفيهيه بمدينه العالمين، والكل هيكون يعني حاضر هذه المباراه. طبعا في ناس كتير بتكون متواجده في المنطقه الترفيهيه، وبوجود هذه المباراه اعتقد انها تلفت الانتباه يعني لاعبي الساق الواحده اللي عندهم من الروح والحماس والطاقه والايجابيه بصوره كبيره جدا، وبيقدموا مباريات ممتعه، ويمكن كل الناس هتكون يعني اللي هتعدي هتشوف المباراه هتكون حريصه ان هي تتابع المباراه عن قرب. انا واحد من الناس اللي كنت تابعت بعض المباريات ليهم، بيلعبوا باداء كويس جدا، باداء رجولي جدا، واعتقد هيكون يعني في مفاجاه لبعض الناس اللي ممكن ما تعرفش عن يعني فريق منتخب مصر الساق الواحد. برضه هيكون في الحرف بقى الفنيه المنزليه والصناعات المصريه اللي هتكون منتشره في المعرض اللي هيكون مقابل ومواجه لمنطقه المنطقه الترفيهيه بالعالمين الجديده. بالتاكيد منطقه هيكون فيها عدد كبير من الاسر، واللي كانت وزاره التضامن الاجتماعي كانت حريصه على ان هي تشوف المكان وتشوف التفاصيل قبل انشائه. يعني المفروض ان المعرض هينطلق من غدا ان شاء الله، وهيكون في عدد كبير من الاسر هتكون مشاركه بمنتجاتها الخاصه اللي تم صناعتها في منازلها. ايضا يعني فعاليات بقى المهرجان من حفلات، حفله الهضبه عمرو دياب، وحفله او بدايه انطلاق مسرح او مسرحيه سندباد للنجم كريم عبد العزيز. طبعا هي الشغله، الناس في الشارع اليومين دول الكل بيدور على تيكتس، الكل بيحاول يكون متواجد ويحضر هذه العروض. طبعا هتكون عروض قويه جدا من نجمين كبار سواء في الفن الغنائي او في التمثيل، بكل تاكيد طبعا هيكون في اعداد كبيره حاضره في الحفل الفنان والهضبه عمرو دياب، بالتاكيد اللي هيكون عامل حاله كبيره جدا في العالمين الجديده. بيتوافد ما زال الناس على العالمين، ويمكن بدا يكون في تواجد اعداد اكبر في النهار بشكل كبير جدا من الرحلات اليوم الواحد اللي كانوا بيبقوا حريصين على ان هم يتواجدوا ويحضروا وينزلوا البحر من بدايه اليوم، وطبعا في الشاطئ المجد.
المجاني المخصص ليهم، فاكيد في احداث كبيره مهمه في العالمين الجديده. طبعا ما زال احداث مستمره وصولا الى 30/8 وهو انتهاء فعاليات المهرجان، ولكن من النهارده لغايه 30/8 بالتاكيد زي ما بنشوف دايما كل يوم بيكون في فعاليات جديده من كل شيء. امبارح واول امبارح كان بدا يتواجد عجل مصر، والدرجات بالتاكيد اللي امبارح كانت ماليه المنطقه الترفيهيه، كان كل الاعمار السنيه بيركبوا الدراجات بيستمتعوا بالتاكيد بالاجواء هناك. شفنا اعداد كبيره جدا وشفنا حاله جميله بين الاسر وبعضها، ان هو بيستمتعوا بكل التفاصيل في العاب التشالنج اللي هي لعبه الحبال والتسلق على الحبال، اللي اعتقد بدات يعني تبقى ليها رواج بشكل اكبر، وكانت عامله حاله جميله امبارح في وجود اعداد كبيره. فكان هناك بعض من بيحاول يتسلق الحبال في يعني صوره منها لعب وهزار ومنافسات بينهم وبين بعض. برضو مباراه منتخب مصر الاولمبي ان شاء الله بكره اللي هتكون ليها صدى واسع في العالمين الجديده، وزي ما اتعودنا دايما خلاص ان كل مباراه لمنتخبنا المصري الاولمبي بيكونوا حريصين دايما كل المتواجدين في العالمين الجديده ان هم يتجمعوا امام بعض الشاشات، ولكن طبعا النصيب الاكبر بيكون للشاشه العملاقه اللي موجوده في المنطقه الترفيهيه اللي بتجذب عديد من الناس، بيعملوا زي استاد صغير في العالمين الجديده، بيكون في اجواء قويه جدا واجواء حماسيه جدا لتشجيع منتخبنا المصري الاولمبي. وزي ما كنا اتكلمنا قبل كده ان هناك تفاؤل كبير جدا من المتواجدين بالاداء الرجولي اللي ادوه لاعبي المنتخب الاولمبي في المباراة القادمة أمام المنتخب المغربي، وإن شاء الله نحصد الميدالية البرونزية. يعني شيما دايما نكون موجودين معاكي بالنهار كون بداية اليوم بنرصد آخر فعاليات مهرجان العالمين، والآن عودة من العالمين الجديدة لك في الاستوديو، تفضلي. شكرا لزميل العزيز خالد رزق على التغطية المميزة يوميا من مدينة العالمين الجديدة لآخر وأهم واحدة الفعاليات الخاصة بمهرجان العالمين في نسخته الثانية. لسه برضو مكملين مع حضراتكم الحديث عن مهرجان العالمين تحت شعار العالم عالمين. عايزة برضو أنوه كمان أن حرصت الصفحة الرسمية لمهرجان العالمين الجديدة على الترويج لحفل ويجز، واللي هيقام إن شاء الله ضمن فعاليات المهرجان، وده هيكون يوم 30 أغسطس الجاري على مسرح يو أرينا. نشرت الصفحة زي ما حضراتكم شفتوا للمهرجان البوستر الرسمي للمهرجان، وكان مكتوب عليها مشي العالم على راحتك مع ويجز في العالمين الجديدة. أكيد معادنا هيكون مع ويجز زي ما قلت لكم يوم 30 أغسطس في مهرجان العالمين الجديدة 2024، وتقدروا طبعا أن أنتوا تبتدوا تحجزوا التذاكر من موقع تذكرتي. عايزة برضو أتكلم عن دور وزارة الثقافة المؤثر جدا جدا في نجاح المهرجان، وكمان حالة التفاعل الكبيرة جدا لكل المساهمين من وزارة الثقافة في مختلف الأنشطة الترفيهية والثقافية. يعني امبارح يعني كان على الممشى السياحة في المنطقة الترفيهية في مدينة العالمين الجديدة، كان في عروض كتير جدا وكان في استعراضات كتيرة جدا ومميزة لفرقة الحرية للفنون الشعبية ضمن برنامج وزارة الثقافة في مهرجان العالمين، وده برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبالتعاون كمان مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وضمت العروض دي كانت طبعا عروض متنوعة بيشارك فيها الهيئة العامة لقصور الثقافة. كمان شهدت الفعاليات يوم الثلاث اللي فات في المنطقة الترفيهية باقة من الاستعراضات الفنية لفرقة أسوان وكمان لفرقة الحرية السكندرية للفنون الشعبية. وبرضو يعني آخر حاجة عايزين نتكلم عنها في المهرجان، يمكن امبارح تم طرح أغنية جديدة، هي أغنية اسمها عالم خيالي، وأطلقت بهدف الترويج لجمال مدينة العالمين. وبرضو عشان تكون دي هي الأغنية الرسمية لمهرجان العالمين، فهقول لحضراتكم كده أبرز النقط الخاصة بالأغنية دي. اطرحت الأغنية دي في فيديو كليب أظهر أجزاء مختلفة أكيد من الأنشطة الترفيهية والرياضية والفعاليات كمان المتنوعة اللي بتقام في مهرجان العالمين في دورته الثانية. تاني حاجة اتضمن برضو الكليب ده لقطات من بعض الحفلات اللي حققت نجاح كبير جدا في النسخة الحالية من مهرجان العالمين 2024. وتالت حاجة شارك في غنى عالم خيالي يارا إدوارد وأمير يوسف، وبالمناسبة كمان يارا إدوارد هي مذيعة زميلة ومذيعة أخبار، وأكيد طبعا ببارك لها على الأغنية الجميلة دي. رابع حاجة بقى لحن الأغنية دي والكتابة كمان كان لأمير يوسف، والتوزيع والمكساج كان لمحمود صبري وكورال جمال فتحي وعبد الوهاب الرفعي وأمير يوسف. حاجة إيجابية
أكيد طبعا، وكل يوم بنشوف يعني حاجة جديدة في المهرجان، وإحنا بنعيش أسبوعه الخامس في الوقت الحالي. إن شاء الله نكون بنقدم من أفضل لأفضل من الفعاليات في المهرجان في النسخة الحالية، وإن شاء الله كمان بننتظر يعني نسخة قادمة في السنة القادمة إن شاء الله تكون أفضل وأفضل من النسخة الحالية، زي ما النسخة دي هي أفضل من النسخة اللي فاتت. طيب تعالوا سريعا نرجع مرة تانية لمهرجان العالمين الجديدة، وزي ما اتكلمنا إن دايما بيكون في أنشطة، وهيكون في لغاية نهاية المهرجان يوم 30 أغسطس أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية. خلينا نتكلم عن الجزء الرياضي، ويمكن اتكلمنا ان من الانشطه الرياضيه اللي بتكون على مدار اليوم وتكون موجوده بشكل يومي البادل وكره القدم والكره الشاطئيه والفولي الشاطئي والباسكت وحاجات تانية كتير جدا. تعالوا نشوف التقرير ده مع الزميل خالد رزق عن البادل او لعبه البادل، وازاي بيكونوا الناس بيستمتعوا هناك باللعبه دي، ونرجع مكملين مع حضراتكم مشاهدينا. وطبعا زي ما احنا شايفين موجودين عند ملعب البادل، وفي يعني اسره جميله بتلعب بدل، وهنقتحم الملعب دلوقتي. مساء الخير قبل ما الكره تعورني. ايوه مساء الخير. اخبارك ايه؟ الحمد لله. كلميني بقى عن العالمين، انت مقطعهم في البدل جامد مبدئيا يعني. الحمد لله. لا جوزي الصراحه اللي شاطر. كلميني عن الاجواء، شايفاها ازاي في العالمين الجديده، وشايفك مستمتعه بالبدل النهارده؟ لا الاجواء فاميلي جدا، وللاسره المصريه المتوسطه حقيقي الموضوع لطيف جدا. احنا هنا يعني تقريبا من الساعه 5 الاطفال لعبت كتير قوي، وامبارح رحنا حفله بتاعت رامي جمال، واول امبارح رحنا الكاسيت كانت خطيره. مين اكتر حد في حفله الكاسيت عجبك؟ التسعينات هشام عباس. محمد فؤاد كان رائع حقيقي. اصل ده كنت موجود في الحفله على فكره. ايوه انا شفتك. انا عمال اقول كده برضه. ايوه موجود هناك وقلبنا غنى هناك قدامك. انت كنت ورانا على فكره، انا متاكده. ايوه انا افتكرت دلوقتي. بس يعني وحاجه جميله حقيقي وعظيمه يعني الصراحه. شايفه ازاي ان العالمين موفرين فيها كل الفعاليات بكل المود اللي انت عايزاها؟ عايزه مود القديم، عايزه مود الجديد، مود شبابي، مود كلاسيكي، زائد المسرحيات اللي معموله، زائد الفعاليات الرياضيه. هو الحقيقه كل حاجه الاسره المصريه عايزاها متوفره، يعني حد معاه اطفال هيبسط الاطفال هيلعبهم، شباب عايزه تروح حفله، الحفلات كل الاذواق، المسرحيه كمان بتاعت الشهره دي لطيفه، يعني هي ناس جديده بس حلوه معموله مخدومه يعني. مبسوط ازاي بالعالمين والتواجد هنا والبحر والطقس والمباني والاجواء العامه لنا؟ بص هو الموضوع رائع جدا وبدا بقاله كتير. طبعا ما كانش حد عارف البدايه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. اكتر ميزه عجباني في موضوع العالمين فكره ان هي بتخدم الجميع، يعني انت عايز حاجه ليها ليفل معين ستايل معين هتلاقيها، عايز حاجه بتخدم فئه ظريفه عايزه تتفسح من حقها تشوف البحر بتاع بلدها، تقعد في مكان كويس من غير ما يدفع تكاليف كتير برضه هيشوفها. فدي انا شايفها اكتر ميزه فاليد جدا، وما بتأثرش بالسلب على أي حد سواء من الفئة هنا أو هنا. ومن الحديث عن الحدث السياحي الأهم والأبرز في الوقت الحالي، تعالوا نروح مع حضراتكم للحدث الرياضي الأهم في الوقت الحالي على مستوى العالم، أكيد الأولمبيكس وملخص نتائج البعثة المصرية الأولمبية امبارح يوم 3/6 أغسطس. تعالوا نستعرض مع حضراتكم النتائج. فالوثب العالي إسراء عويس بتحتل المركز الـ15 في التصفيات، وبتفشل للأسف في التأهل للنهائيات. فرمي الرمح مصطفى عبد الخالق لم يوفق في التأهل للدور النهائي، وبيودع من التصفيات بعد ما حقق رمية ناجحة بمسافة 74.87 متر. إيهاب عبد الرحمن هو كمان لم يوفق إن هو يتأهل للدور النهائي، وبيودع من التصفيات بعد ما حقق رمية ناجحة بمسافة 72.98 متر. أما في الغطس 3 متر سلم متحرك، فمحمد فاروق
حل في المركز 23 في منافسات الغطس من أصل 25 لاعب، يتأهل بس أول 18 لاعب للنهائيات، إذن فهو لم يوفق للتأهل للنهائيات. أما في المصارعة فكان عندنا خسارة لندى مدني من الصينية فينغ زيكي في منافسات وزن 50 كيلو، وكانت النتيجة 7-2. محمد جبر وصل لنص النهائي في المصارعة الرومانية قبل ما يخسر قصاد الإيراني محمد هادي سارفي، ويلعب النهاردة يوم الأربعاء إن شاء الله على ميدالية برونزية في وزن 97 كيلو. كل التوفيق أكيد بنتمنه له. عبد اللطيف منيع وزن 130 كيلو خسر مباراة الميدالية البرونزية قصاد المنافس الصيني في مباراة شهدت سقطه للأسف، ألف سلام عليه. نروح لمواعيد ومنافسات البعثة المصرية النهاردة في الأولمبيكس أو في أولمبياد باريس 2024، عندنا فيها أكتر من تحدي النهاردة وهيكون أكيد يعني تحديات في غاية الأهمية. يوم الأربعاء يوم 7 أغسطس بعد قليل بعد دقائق إن شاء الله في كورة اليد هيكون عندنا منافسات مصر مع أسبانيا في ربع النهائي، كل التوفيق أكيد بنتمناه يعني نجوم كورة اليد بإذن الله يقدروا إن هم يرفعوا اسم مصر وعلم مصر عالي. الساعة 10:30 إذن كمان بعد دقائق الكناوي والكياك، سما فاروق في تصفيات الفردي 500 متر كياك، والساعة 12:30 الظهر المصارعة محمد إبراهيم كيشو مع هارسان كافاروف المصنف الأول عالميا في ثمن نهائي وزن 67 كيلو. الساعة 12:30 الظهر نفس الموضوع المصارعة محمد متولي ونور سلطان توريس نوف في ثمن نهائي وزن 87 كيلو، والساعة 4:00 في منافسة الغطس مها عامر في التصفيات 3 متر سلم متحرك. أما الساعة 8:25 مساء المصارعة محمد جبر هيكون على معاد في منافسة على الميدالية في وزن 77 كيلو، ميدالية برونزية إن شاء الله بنتمناها ليه. والساعة 7:30 مساء سباحة توقيعية أو عفوا 8:30 مساء سباحة توقيعية منافسات الفرق، كل التوفيق أكيد بنتمناه لكل المنافسين اللي بيلعبوا باسم مصر إن شاء الله، كل الأبطال المصريين يقدروا إن هم يحققوا نتائج إيجابية تكون أحسن وأفضل من الأيام اللي فاتت. تعالوا بقى نروح لتصريح مهم جدا قاله محمد جبر لاعب المصارعة الرومانية المصري، واللي طلب من الشعب إن هم يدعوا له خلال المواجهة دي اللي أكيد تكون فارقة بالنسبة له إن هو ممكن يحصل فيها على ميدالية برونزية. أكيد طبعا كل التوفيق بنتمناه لجبر. جبر قال بعد مباراته في نص النهائي وكمان بعد خسارته للأسف، كنت بواجه صاحب الميدالية البرونزية في طوكيو وبطل العالم في أكتر من مرة وأول التصنيف العالمي في مرات كتير، كان حلمي أني أوصل للنهائي. قال كمان اللعب على البرونزية يا رب، أنا بتمنى من كل من يشاهدني في الوقت الحالي أن يدعو لي، لأن أكيد حلمي من أكتر من 20 سنة، أتمنى أكيد أني أكون بعمل شيء إيجابي، وأتمنى كمان الناس يكونوا بيتعاملوا معي بشكل إيجابي وإني أقدر أقدم أفضل حاجة عندي. وطبعا هو كان بيطلب الدعم من الجمهور وبيحاول إن هو يعني يبعد تماما ويطلب من الجمهور إن هم يبعدوا عن التعليقات وعن الكلام السلبي اللي بيكون موجود على السوشيال ميديا. اتكلم برضو وقال ان الناس ما بتكونش شايفة المعاناة الكبيرة اللي بتعانيها او بيعانيها اي بطل اولمبي من اي اتجاه، سواء بقى كان بيتكلم عن تدريبات او كمان عن الاتحاد، كل حاجة هو اتكلم عنها وقال ان احنا يعني ما فيش عندنا حاجة دلوقتي نعملها غير ان احنا ندعي ربنا ان هو يوفقنا ان شاء الله، وندعي ان احنا يكون عندنا ميدالية اولمبية. كمان النهاردة وإحنا بنتكلم أكيد خلاص هتبدأ مواجهات منتخب مصر لكرة اليد، يمكن بعد دقائق قليلة منتخب أسبانيا هيكون على ميعاد مع منتخبنا في إطار طبعا مواجهات دور ربع النهائي من نهائيات دورة الألعاب الأولمبية. المباراة هتبتدي إن شاء الله الساعة 10:30 زي ما قلت لحضراتكم كمان دقائق قليلة جدا، وهنكون مع حضراتكم أول بأول عشان نقول النتائج هتكون عاملة إزاي، وإن شاء الله كل التوفيق بنتمناه لمنتخبنا الوطني لكرة اليد إن شاء الله يكون النهاردة بيقدم يعني مستوى تاريخي ونشوفه في أحسن حال.
طيب مصر احتلت المركز الثاني وراء الدنمارك برصيد 7 نقط جمعتهم من فوز على المجر بنتيجة 35-32، وبعد كده كان في خسارة للأسف قصاد الدنمارك 30-27، وبعد كده تعادل مع فرنسا 26-26، وبعد كده كان في فوز غالي جدا على وصيف العالم النرويج بنتيجة 26-25، وأخيرا فوز على الأرجنتين بنتيجة 34-27. عايز أقول كمان أن مصر لعبت في أولمبياد طوكيو مع اسبانيا في مباراه كانت فيها تحديد المركزين الثالث والرابع، وانتهى اللقاء بهزيمه للاسف وقتها للفراعنه بنتيجه 33-31. فكل التوفيق بنتمناه لكتيبه المدرب خوان كارلوس باستور، ان شاء الله باذن الله تتاهل مصر للدور نص النهائي. تعالوا نكمل مع حضراتكم أهم التصريحات اللي خرجت في الفتره الحاليه او يمكن خلال ال 24 ساعه اللي فاتوا في الساحة الرياضية، وتحديدا بقى ساحة كرة القدم، والحديث عن إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز ومنتخب مصر الأولمبي بعد ما تألق بشكل كبير جدا وبشكل ملحوظ جدا. كان في كلام كتير عن عروض، فكشف إبراهيم جوهر عضو مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي عن وجود بند في عقد بيع إبراهيم عادل لفريق بيراميدز قبل سنين كتيرة، وقال جوهر هنحصل على 20% من مبلغ إعادة بيع إبراهيم عادل من بيراميدز في حالة إن هو رحل عن بيراميدز. قال كمان قبل بيع إبراهيم عادل الأسيوطي قبل ما يكون هو بيراميدز عرضناه على المصري، ولكن المقابل المادي وقتها كان قليل جدا، وفي النهاية تم بيعه مقابل 1,700,000 جنيه. أكيد بنسمع كتير جدا أخبار عن مفاوضات كتيرة الفترة اللي فاتت دي مع أبرز اللعيبة اللي ظهروا في الدوري، خصوصا كمان من جانب النادي الأهلي أو من جانب نادي الزمالك، المرة دي مع عمر الساعي. عمر الساعي لاعب فريق الإسماعيلي واللي ارتبط اسمه سواء بالأهلي أو كمان بالزمالك. كشف محسن عبد المسيح عضو مجلس إدارة فريق الإسماعيلي عن مستجدات العروض المقدمة لعمر الساعي لاعب الفريق، وقال عبد المسيح إن النادي الأهلي لم يتقدم بعرض رسمي لضم عمر الساعي حتى الآن. قال كمان هل هناك اتصالات ما بين مسؤولين الأهلي والإسماعيلي بشأن عمر الساعي؟ فمش هرد على السؤال ده دلوقتي. كمان قال إن إدارة الإسماعيلي لا تمانع بيع عمر الساعي في حالة وصول عرض يليق بقيمة النادي ويليق بقيمة اللاعب. قال كمان وضعنا بند في عقد بيع إياد العسقلاني بينص على انضمامه للإسماعيلي في حالة رجوعه لمصر، وما نعرفش قانونية البند ده، لكن احنا حطيناه في العقد عشان نقدر ان احنا نأمن موقف النادي. كمان اتكلم جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكورة المصري عن إمكانية اعتذار الأهلي عن المشاركة في بطولة كأس مصر في موسم 2024-25 بعد الاعتراض على المواعيد الجديدة للبطولة. وقال جمال علام رابطة الأندية هي اللي مسؤولة عن كل مباريات الدوري، وهم مجبرين على مواعيد معينة بسبب منافسات الاتحاد الأفريقي، ومواعيد التوقفات هي السبب في التأخير الحالي. وعن إمكانية اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة في كأس مصر، أكيد هتكون خسارة كبيرة، بنأمل أن تقام مباريات الكأس في موعدها. وقال كمان تواصلت مع حسام حسن بشأن التجمع المقبل بالنسبة لمنتخبنا الوطني، وبيأمل مدرب منتخب مصر في حضور اللاعبين يوم 25 أغسطس، يعني بعد ما ينتهي الدوري ب7 أيام. وكمان اتكلم وقال لم نتخذ قرار نهائي بشأن إقامة مباريات الكأس في موعدها، وهنحسم ده بعد الحديث مع التوأم. ما يهمني هو منتخب مصر في المقام الأول، لأن المباراتين المقبلتين في غاية الأهمية. قال كمان أن رمضان صبحي كان في حسابات حسام حسن وإبراهيم حسن، وأنا ما تكلمتش عن ده وما ذكرتش أي اسم. أنا أعاني من نقل تصريحات عني ولم أدلي بها، ولو حس أن أنا أخطأت في حقه فما فيش أي أزمة أن أنا أعتذر له. وعن استمرار ميكالي في قيادة المنتخب الأولمبي، فقال أن ميكالي مدرب كبير وهو صاحب فكر كبير جدا، وكنت أتوقع نجاحه مع المنتخب الأولمبي، وبتمنى أكيد استمراره معانا، وأكيد هنتكلم معاه وكمان هناخد
وهو اخذ طبعا على وهو اخذ على عاتقه مباريات الاولمبياد وعانى كثيرا في البدايه، خصوصا في اختيارات اللاعبين الكبار. هذا الجيل بيضم لاعبين على مستوى عالي واكيد هيكون امتداد للمنتخب الاول. كمان كشف ان هو كان في تفكير في استمرار ميكالي، واكيد هيكون مسؤول عن المنتخب وليس مشرف. وكمان اتكلم عن الرؤيه بشان الناشئين، وعندنا رؤية أكيد. ده كلام من ميكالي، وهو حب إن هو يستفيد من خبرات ميكالي فيما يخص الناشئين ومنتخبات الناشئين. طيب النهاردة كمان عندنا مباراة، هتكون مباراة نهائي كاس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الثالثة، وهتجمع سيراميكا كليوباترا بطل النسخة الأخيرة مع طلائع الجيش في مواجهة شبه متكافئة ما بين الطرفين. سيراميكا كليوباترا لعب في المجموعة الثالثة واللي ضمت معاه أندية أنبي والداخلية والإسماعيلي، وتصدر هو المجموعة وكان الرصيد 7 نقاط. لعب في الدور ربع النهائي مع سموحة وفاز 2-0، وفي الدور نص النهائي لعب قصاد الاتحاد السكندري فاز بهدف دون رد، ومع طبعا من أول الموسم المدرب كابتن أيمن الرمادي واللي كسب مع الفريق البطولة اللي فاتت. في المقابل نادي طلائع الجيش لعب في المجموعة الثانية وكان معاه أندية بيراميدز وزاد اف سي وفاركو، وتأهل عن صدارة الترتيب ب7 نقط في الدور ربع النهائي. فاز على الجونة بركلات الترجيح 6-5 بعد ما تعادل 1-1 في الدور نص النهائي، وفاز على المصري برضه بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد التعادل الإيجابي 1-1. ومدربه أكيد هو كابتن عبد الحميد بسيوني، ومواجهة أكيد بنتمناها تكون مثيرة النهارده في نهائي كأس الرابطة، أول بطولة هتخلص في الموسم الحالي، سيراميكا كليوباترا في مواجهة طلائع الجيش عبر شاشة أون تايم سبورتس. مشاهدينا نطلع سريعا لفاصل، بعد الفاصل هنرجع ونكمل معاكم بقية فقراتنا هنا في صباح أون تايم، خليكم معانا. رجعنا سريعا لسه مكملين مع حضراتكم فقرتنا هنا في صباح اون تايم. وقبل ما نروح لفقرتنا الاخباريه في اطار متابعتنا لمنافسات الاولمبياد الخاصه بباريس 2024، طبعا النتائج كمان الخاصه ببعثتنا المصريه الاولمبيه، دلوقتي بتقام مباراه كره اليد، وهي الحمد لله حتى الان النتيجه في صالح منتخبنا الوطني الاول، والنتيجه 2-1 لمنتخب مصر. نرجع بقى ونكمل مع حضراتكم الاخبار الخاصه بالساحره المستديره في فقرتنا اليومية الإخبارية On Fire News. هنبدأ من عند النادي الأهلي، وأفاد تقرير صحفي 12 على فوت ميركاتو الفرنسي أن النادي الأهلي مهتم بالتعاقد مع واحد من لعيبة باريس سان جيرمان السابقين. وفقا للتقرير فإن النادي الأهلي مصمم أن هو يتعاقد مع اللاعب لايفن كورزوا لاعب باريس سان جيرمان السابق، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل حتى الآن. وقضى اللاعب 9 سنين داخل أروقة باريس سان جيرمان الفرنسي، وأعلن عن رحيله في نهاية 2023-24. قال التقرير ان اللاعب منفتح على اي مشروع رياضي بيقدم له، كمان قال ان هدفه مش بس ان هو يحصد الاموال على قدر ممارسه كره القدم من جديد، كمان ان هو بيتمتع بحاله بدنيه جيده، وبيتمرن اللاعب في مركز تدريب نادي موناكو الفرنسي عشان يقدر ان هو يحسن من حالته البدنيه. كمان هيرجع عمر كمال عبد الواحد لاعب النادي الاهلي عشان يقود الجبهه اليمنى للمارد الاحمر في لقاء فريق سموحه اللي جاي في الدوري على حساب زميله محمد هاني. هيواجه النادي الاهلي نظيره سموحه في الساعه 9 مساء يوم الخميس على استاد برج العرب في اسكندرية في اللقاء المؤجل من اسبوع 24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز دوري النايل. محتاج المارد الاحمر ان هو يتعادل مع الفريق السكندري باي نتيجة عشان يتم اعلان تتويجه بطل الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والرابعة والاربعين في تاريخه. كمان شارك عمر كمال عبد الواحد بديل في مباراة النادي الأهلي والمقاولين العرب الأخيرة، ونجح أنه هو يهدي بيرسيتاو تمريرة سحرية سجل منها الهدف الرابع للنادي الأهلي. بيرغب أكيد مارسيل كولر أنه هو يرجع مرة تانية عمر كمال عبد الواحد أساسي في لقاء سموحة عشان يدي لمحمد هاني فرصة أنه هو يرتاح من توالي المباريات عليه. من أخبار الأهلي تعالوا نروح لأخبار نادي الزمالك، وهنبدأها من عند عبد الواحد السيد مدير الكورة في نادي الزمالك، واللي أكد
النادي دي ما وافقش خلال اجتماع اتحاد الكوره مع الانديه اللي خلاص طبعا عقد امبارح ان هو هيشارك في بطوله كاس مصر في المواعيد اللي اتحددت من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. اضاف كمان مدير الكوره ان نادي طلب تاجيل مباريات كاس مصر، كمان هو طلب اكتر من نادي ان يتم فعلا تاجيل مباريات البطوله عشان يحصل اللعيبه على فتره راحه قبل انطلاق الموسم الجديد. وشدد كمان ان نادي الزمالك ما رفضش المشاركه في بطوله كاس مصر، ولكن هو رفض المواعيد المحدده من قبل اتحاد الكوره لاستئناف المسابقه. وضح كمان كابتن عبد الواحد السيد ان هو هيتم التنسيق مع اداره النادي عشان يعرفوا الموقف النهائي بشان قرار المشاركه في كاس مصر لاتخاذ القرار النهائي. اتحاد الكوره حدد يوم الاربع الموافق 21 اغسطس الجاري ميعاد لمباراه نادي الزمالك وطلائع الجيش في دور ال 16 من بطوله كاس مصر. وهنطير لفرنسا حيث أولمبياد باريس 2024 مع دكتور طارق سليمان الطبيب الخاص بمنتخبنا الأولمبي عشان نطمن منه أكتر عن الحالة البدنية بالنسبة للعيبة المنتخب الأولمبي قبل اللقاء الهام والمرتقب بكرة إن شاء الله اللي هيكون قصاد المنتخب المغربي. وأكيد كلنا عندنا أمل كبيرة جدا 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 إن احنا نحصد ميدالية برونزية خلال هذا اللقاء وخلال هذه المنافسات. يا صباح الفل عليك يا دكتور، أكيد منورنا النهاردة في صباح أون تايم. صباح الفل، ازيك يا شيماء، اخبار حضرتك ايه؟ حضرتك منورنا اكيد، وعايزين نطمن منك اكتر عن منتخبنا الوطني الاولمبي وعن حاله اللعيبه وعن الاصابات اللي موجوده، ان شاء الله يكون كل حاجه يعني كويسه وفي احسن حال قبل المواجهه المرتقبه اللي هتكون قصاد المنتخب المغربي الشقيق بكره. اكيد هتكون مواجهه صعبه وبنتمنى ان احنا ان شاء الله نكون جاهزين بنسبه 100%. ان شاء الله باذن الله اللعيبه كويسه كلهم الحمد لله، يعني طبعا بس حاله الاجهاد انت عارفه، يعني لاعبين خمس ماتشات فترة بسيطة، كل تقريبا أقل من 72 ساعة مباراة بالإضافة للسفر من بلد لبلد في فرنسا وطيران أو قطر أو باص، كل ده طبعا حط اللعيبة تحت الإجهاد. لكن الحمد لله احنا ما عندناش إصابات، يعني كلها حاجات بقى، يعني اللي عنده ألم في الضمة بسيط، لكن أنا عندي أحمد عيد بس كان عنده تمزق او شد من الدرجه الثانيه في العضله الخلفيه، والحقيقه هو ما لعبش المباراه اللي فاتت، ويعني المحتمل ان هو ما يلحقش المباراه دي يعني. لكن بقيه اللعيبه كلها كويسه والحمد لله، عم اتعمل لهم امبارح الريكفري او الاستشفاء الكامل، سواء بالميه الساقعه بالثلج، بالميه الدافيه، بالساونا، بالبخار، بالتدليك، بالتغذية المناسبة، بكل الحاجات دي يعني عملناها امبارح وان شاء الله نكملها النهارده باذن الله. ان شاء الله باذن الله. خليني اسال حضرتك كمان عن زيزو بعد مباراة باراجواي، شفناه خارج يعني مصاب والكل كان قلقان، ولكن حضرتك قدرت ان انت تجهزه لمباراة فرنسا، فخليني اسالك عملته ايه في الفترة القليلة قوي والصغيرة دي؟ والله زي ما قلت حضرتك احنا كثفنا الجلسات جدا، يعني كان بيتعمل له مثلا كل عن ثلاث أربع جلسات يوميا مع الأدوية مع المكملات الغذائية. وطبعا زيزو أساسا لعيب كبير وعنده الحقيقة عزمه ساعدنا كتير، يعني في لاعب يبقى لا لو عنده حتى لو ألم بسيط ما يقدرش يلعب أو يقول لك لا مش هلعب، لكن زيزو كان كله إصرار إن هو يلعب، وده طبعا العامل النفس والإرادة دي بيبقى ليها نسبة كبيرة جدا من شفاء الاصابه، وهو ما كانش عنده يعني اصابه قويه الحمد لله. صحيح. كان اجهاد، ولا طبعا لا يزال عنده اجهاد برضه في عضل، لكن ان شاء الله يشارك على بكره باذن الله يكون جاهز للمباراه باذن الله. هل ممكن برضه نرجع على الاجهاد ده اللي بيحس بيه اللعيبه دلوقتي وبيعيشوه دلوقتي، مش بس لكثره السفر والانتقالات داخل فرنسا، كمان احنا بنقول ان معظم اللعيبه هم يعني كانوا اساسي في انديتهم وما اخدوش فتره راحه بقى لهم اكتر تقريبا من داخلين في السنه دلوقتي، فيمكن ده يكون ليه سبب او يكون احد الاسباب في الاجهاد الكبير اللي بيعيشوه اللعيبه؟ بص دي حقيقة. والحاجة التانية برضو خلي بالك احنا خدنا اللعيبة بتاعتنا، يعني احنا بقالنا تقريبا 35 يوم خدنا اللعيبة اسبوع قبل السفر واسبوع هناك معسكر، فكانت الفترة طبعا طويلة
زي ما قلت انت برضو دي نهاية موسم. صحيح. واللعيبة فعلا في انديتها مجهدة والدوري العام وكده، فكل الحاجات ديت اثرت. بالاضافة طبعا خلي بالك في حاجة الناس مش واخدة بالها منها، احنا هنا كانت الحرارة مش كويسة. يعني الحرارة كانت عالية وكان في نسبة رطوبة عالية جدا في بعض. صحيح. المدن. صحيح. اللي احنا كنا موجودين فيها في فرنسا، وده اثر بكتير على بعض اللعيبه يعني. لكن الحمد لله ربنا يكرم بكره يا رب ان شاء الله، وصلنا بقى للنهايه والدنيا خير باذن الله. يا رب يا دكتور. بعيدا بقى عن الناحيه الطبيه، خليني اسالك كده عن الحاله المعنويه جوه معسكر المنتخب الاولمبي. هل الدنيا مستقره، الحاله المعنويه حلوه، في تفاؤل بمباراه بكره؟ والله بصي، هو الـ يعني احنا طبعا بعد مباراه فرنسا كان كل اللعيبه زعلانه، ان انت زي ما انت كنت شايفه ان احنا كنا قريبين جدا. صح. ان احنا نوصل نهائي، كان فاضل 8 دقائق، ولكن نظرا للطرد اللي حصل. صحيح. ما قدرناش ان احنا، فاللعيبه كانت في حاله طبعا نفسيه مش كويسه، لكن الحقيقه الجهاز الفني والكبار بتوع الفريق النني وزيزو واعضاء مجلس اداره الكابتن بركات واللي هو مشهور، والحقيقه سياده الوزير اشرف صبحي جه طبعا بعد المباراه وشد من اظهرهم وخرجهم برضه من حاله الاستياء اللي كان فيها اللعيبه بعد الهزيمه من فرنسا. لكن الحال امبارح اتعدل، وان شاء الله النهارده هيبقى احسن وبكره هيبقى يا رب ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا دكتور طارق سليمان، اكيد نورتنا النهارده في صباح اونتاين. دكتور طارق سليمان الطبيب الموجود مع بعثتنا المصريه للمنتخب كره القدم الاولمبي، بشكرك جدا على وجودك معنا، كل التوفيق اكيد بنتمناه بكره ان شاء الله لمنتخبنا الاولمبي لكره القدم باذن الله يكون قادر على تحقيق ميداليه برونزيه يرجع بيها من هناك. والحقيقه يعني ان هم من بدايه المنافسات حتى اخر لقاء جمعهم بفرنسا فهم قدموا حقيقي اداء يعني رجولي، ويعني شرفوا الكوره المصريه بشكل كبير جدا. تعالوا نروح لخبر تاني برضو بيخص نادي الزمالك، وحصل يوسف ابراهيم اوباما لاعب وسط نادي الزمالك على راحه من التدريبات واللي اقيمت امبارح يوم الثلاثاء على ملعب النادي. جه طبعا ده بناء على قرار من الجهاز الفني للفريق بقياده البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق نادي الزمالك، ومن المقرر انه ينتظم يوسف اوباما في التدريبات الجماعيه اللي جايه بشكل طبيعي استعدادا للقاء فريق زد القادم. وبيستعد فريق نادي الزمالك ان هو يخوض مباراه زد المقرر ليها بكره ان شاء الله الخميس في اللقاء المؤجل من الجوله 23 من مسابقه دوري النايل. كمان نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك ادى تدريبات تاهيليه خاصه داخل صاله الجيمنيزيوم بمقر النادي على هامش تمرين الفريق امبارح، وده جه وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقياده الدكتور محمد اسامه بسبب الاصابه واللي بيعاني منها اللاعب في الكتف. وبيسعى اكيد الجهاز الطبي للفريق ان هو يجهز دونجا بالشكل الامثل عشان يقدر ان هو يشارك في التدريبات الجماعيه في اقرب وقت ممكن. مشاهدينا نطلع مع حضراتكم سريعا لفاصل، بعد الفاصل هنرجع وهنستقبل ضيفنا النهارده حاتم شعبان الصحفي في موقع كوره بلس.